خلينا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وده بداية من اليوم وحتى 31 ديسمبر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. النهاردة هينطلق معرض علشانك يا فلسطين للتضامن مع أهل غزة في منطقة الشيخ زايد بمشاركة 69 فنان. المعرض من تنظيم قاعة سفر خان للفنون ونقابة الفنانين التشكيليين وغيرها من المؤسسات. لعشاق الكرة المصرية النهاردة موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري دوري نايل. يلتقي بلدية المحلة مع طلائع الجيش في تمام الساعة 4 عصراً. الساعة 7 هيلتقي سيراميكا مع أمبي. في نفس التوقيت هيلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة. هيلتقي ولفرهامبتون مع بيرنلي في تمام الساعة 9:30، والساعة 10:15 هيلتقي أرسنال مع لوتون تاون.